بنات عيني، اليوم موضوعنا تكملة الـ Present Perfect. عندي تمرين هذا في صفحة 93 جدا مهم، يطلب من عندكم ينطي جملة بيقول استخدم أما just أو already أو yet. مو كيفي أجي أحل بأي وحدة، لا، حسب معنى الجملة. يعني مثلا number one، does سميرة know about the meeting؟ هل سميرة تعرف بالاجتماع؟ جاوبني أحد الطلبة، قال I'm sorry، أني آسف. أنا من انطاني نفي I'm sorry، I'm sorry، أنا آسف، يعني أنت ما قايل لها، يعني من تأسفت معناها هي ما تدري بالاجتماع، معناها الجملة منفية لأن أني لم أخبرها. إذن الأداة ما نستخدم just ولا already، راح نستخدم هنا yet، اليت اللي تأتي في نهاية الجملة مع الجمل المنفية. إذن من نلقى I'm sorry؟ نحلها بمنو؟ باليت. إذن هل سميرة تعلم بالاجتماع؟ راح نحلها بيش هسه إحنا، باليت، نضعها بالنهاية. قاعدة اليت شنو؟ الفاعل موجود عندي أما has أو have، I تأخذ have، وهي يت منفية، إذن I haven't. أنا لم أخبرها، أجيب الفعل من عندي، I haven't told her yet. I haven't told her yet. اثنين، would you like to come to see the new film with us؟ هل تأتي معنا لمشاهدة الفيلم؟ جاوبتوني، thanks for asking، شكرا ست على السؤال، but لكن دعيتكم لمشاهدة الفيلم معي، قلتوا لي شكرا ست، بس احنا but معناها انتو already الفيلم مشاهدي، معناها انتي مشاهدة الفيلم مسبقا already. اذا هنا لوجود but نحلها بيش؟ بال already. ايش تاخذ؟ I have already. I have already شنو شاهدت الفيلم؟ I have already seen it. إذن الجملة الأولى I'm sorry حليتها باليت، الجملة الثانية حليتها بيش؟ بالأوردي. الأوردي موقعها وين حيكون؟ الفاعل has و have already، والتصريف الثالث للفعل. هسه بنات الجملة الثالثة، can I borrow that book after you؟ هل أستعير الكتاب بعدك؟ here you are، أنت طيتيني الكتاب، قلتي لي ست تفضلي، يعني أنت من طيتيني هسه الكتاب، معناها you just، يعني just يعني معناها تون أنهيتي قراءة الكتاب. إذن هنا بيش نحلها الجملة يا بنات؟ نحلها بالجست، باعوا الجملة الأولى باليت، الثانية بالأوردي، الثالثة بالجست، نحل حسب معنى الجملة. إذن نعيد الجملة، can I borrow that book after you؟ أستعير الكتاب بعدك؟ here you are، تفضلي، معناها أنتي just تون أنهيتي قراءة الكتاب. إذن آيش تاخذ؟ have just، لاحظوا just والاوريدي يجي قبلها الهاز والهاف. I have just شنو؟ انهيت قراءة الكتاب، انهيت الفعل من عندنا نجيبه finished. I have just finished it، انا توّن انهيت قراءة الكتاب. جملة الرابعة يا بنات، مثلا اني دا خاطبكم قلت لكم يا بنات look at the notes board there's an advert for English courses، روحوا شوفوا جوا لوح الإعلان بالمدرسة مثلا، هناك إعلان لدورات لغة إنجليزية. جاوبتني إحدى الطالبات، قالت sit I know، أنا أعلم. هي شون تعلم؟ لأن هي already مسبقا عندها علم ومسبقا قرأت الإعلان. إذا نحل هاي الجملة بالأوريدي، إيش راح يكون حلي؟ I have already شنو شاهدت الإعلان؟ seen، تصريف ثالث للفعل. I have already seen it. جملة الأخيرة يا بنات، if you see خالد can you ask him about tonight؟ إذا شاهدتوا خالد can you ask him، أخبروه about tonight، عن هذه الليلة. جاوبني أحد الطلاب، قال he can come، هو يستطيع أن يأتي. إذن هو شلون يقدر يجي؟ لأن هو already، هو مسبقا عنده علم، هو مسبقا عنده علم. إذن أنا مسبقا أخبرته I have already، أنا مسبقا told him،
أو asked him. أنا مسبقا أخبرته بذلك. كل التوفيق.